هناك الكثير من الأمور التي يرغب الرجل في أن تشكل أسساً أثناء تعامله مع حبيبته أو شريكته في العلاقة العاطفية. هذه الأمور وإن كان يحبها ويبحث عنها، إلا أنه لن يطلبها أو حتى يبوح بها. إن الرجل يرى في طلب هذه الأمور أو البوح بها نوعاً من أنواع الضعف، كذلك فإن طلب هذه الأمور يفقدها قيمتها، فالبعض منها يجب أن يصدر بطريقة تلقائية، وإلا فلن يكون له قيمة. في هذا الفيديو سوف نتعرف على هذه الأمور الستة. ستة أمور يريدها الرجل من الفتاة لكنه لا يطلبها منها. الأمر الأول، يريد من الفتاة الاحترام. يكره الرجل المساس بكرامته ويعتبرها خطا أحمرا، لذلك لن يقبل أي إهانة توجهها إليه المرأة حتى ولو من باب المزاح. وعلى هذا الأساس فإن أول متطلباته منها هو الاحترام، ولذلك تراه ينفر من الفتاة الوقحة أو صاحبة اللسان السليط، أما المرأة المسترجلة فتشكل أسوأ كوابيسه. الأمر الثاني، يريد من الفتاة أن تشاركه القيادة. يحب الرجل المرأة التي تتحمل معه المسؤوليات وتشاركه مر الحياة إلى جانب حلوها، فتساهم في مواجهة المشاكل والصعاب وتنجح أيضا في حلها مهما كانت على درجة عالية من التعقيد. المشاركة في القيادة هذه تسري حتى على أكثر مجتمعاتنا الشرقية انغلاقا وإن بصور مختلفة، حتى وإن كانت الصورة النموذجية السائدة للرجل الشرقي أنه هو يحب القيادة والتسلط في البيت والعلاقات العاطفية، إلا أن الدراسات النفسية الشاملة تكشف الحقائق بوضوح وتؤكد أن مساهمة المرأة في قيادة الحياة الزوجية هي مطلب أساسي لكل الرجال دون استثناء. الأمر الثالث، يريد من الفتاة أن تقوم بتقديره. الرجل في الأسرة هو قائد المسيرة الذي يحمل على عاتقه كل همومها من أصغرها إلى أكبرها، ويتكبد الكثير من العناء في سبيل تحقيق أمنها الاجتماعي والمالي وحمايتها من كل مساوئ الحياة وشرورها، وهو في مقابل هذا يريد من زوجته أن تقوم بتقديره وتثمين تضحياته وجهوده عبر الثناء عليه وامتداح عطائه اللامحدود بين حين وآخر. الأمر الرابع، يريد من الفتاة أن تهتم بطعامه. مفتاح قلب الرجل هو معدته، هذا المثل الشعبي لم يأتي عن عبث. يحب الرجل أن يأكل كيفما يشاء ووقتما يشاء، لذلك هو يحب أن تكون زوجته طباخة ماهرة تهتم بتحضير ما لذ وطاب له، وألا تقسو عليه في التعقيب على كمية الأكل الذي يتناوله أو في تطبيق أنظمة ريجيم أو تخسيس قاسية له، حتى وإن كان هذا الأمر لمصلحته. طبعا يمكن للنساء أن يقمن بهذه الأمور كلها لكن بطريقة غير مباشرة. الأمر الخامس، يريد من الفتاة أن تبوح له بحبها. ليست المرأة فقط هي من تحب سماع كلمات الحب والغزل، كذلك يفعل الرجال، إذ إن الرجل يستمتع وللغاية عندما يسمع من محبوبته عبارات تعبر بها عن حبها وإعجابها به ومدى تعلقها به، وسيزيد هذا البوح من تعلقه بها ومن متانة العلاقة بينهما. الأمر السادس، يريد من الفتاة أن تتركه يحميها. واحد من أهم الأمور التي يريدها الرجل من محبوبته، إذ إن إحساسه بأنه هو الحامي لها يعطيه الحافز في الحياة ويخفف عنه وطأة العمل ومتاعبه،
فيشعر بأنه يعاني ما يعانيه في سبيل هدف سام هو حماية زوجته وعائلته وضمان استقرارهم.